انا متوقع ان بيراميدز مش هيقدر ينافس على الموسم ده. صعب تقدر تغير العقليه والموتيفيشن ده سريعا عند اللاعبين في فتره قصيره يعني. انا كمان يعني مع كلام يماني ده، انا بالعكس انا ببص على الجدول كمان، انا شايف ان فيوتشر وسموحه عندهم فرصه للضغط على بيراميدز. الفرق 5 نقط، وخمس نقط في الكوره وبالشكل اللي احنا شايفينه ده مش كتير خالص يعني، احنا لسه في تقريبا في بدايه الدور الثاني يعني. فلا بيراميدز عليه ضغط كبير جدا، ان هو مهدد اصلا ان هو يبقى في يبقى يحتفظ بالمركز الثالث حتى بالنسبه لي، لان انا مش شايف اي مستوى، خاصه ان انت احنا بنتكلم انتوا بتقولوا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه يبقى عنده الفرصه ان هو يتصدر، وما فيش رغبه اللعيبه دي بتفرق جدا. ما هو انت رغبه اللعيبه واصرارها بجزء منه وشخصيه الفريق والرغبه اللي من عند الاداره تحديدا، من عند المدير الفني، ان هو بيلعب على رقم او بيلعب على مركز مهم او بيلعب على الضغط على المنافسين. فانا مش شايف الغريزه دي. يمكن النهارده فيوتشر فرق امكانيات كبير وفرق خبرات كبير بين اللعيبه اللي موجوده في فيوتشر واللعيبه اللي موجوده في بيراميدز، رغم ان احنا متفقين ان هم كلهم يعني كوكبه من النجوم، ولكن انا فيوتشر النهارده لا يعني باللي راح بيه في رغبه لاحراز الفوز او على الاقل الحفاظ على النقطه، وده عمل اللي هو عايزه يعني. في الاخر لو هتيجي تتكلم تقيم انت مين كسبان، علي ماهر عمل اللي هو عايزه من المباراه، خلاص خد النقطه اللي هو عايزها، ما خسرش من بيراميدز وما دخلش في جوان، طلع بشباك نظيفه، فده نقطه مهمه جدا بالنسبه له. انا بلعب ثالث الدوري وبلعب المفروض الفريق اللي هو كان بيرشح ان هو ينافس الاهلي والزمالك، فدي نقطه مهمه جدا. شفنا يعني انا بالنسبه لي فيوتشر تعادل قدام الاهلي، خسر قدام الزمالك 3-2 في اللحظات الاخيره جدا، وصاد بيراميدز متعادل، فاذا هو عادل مستريح كمان. مش شايف بيراميدز يعني بيوصل ومضيع 100,000 كوره، بالعكس الاخطر كان اللي اخطر فرصتين كانوا لعاطف فيوتشر. فاذا هو بالعكس هو عمل انا بالنسبه لي قدام بيراميدز قدام الزمالك بيراميدز عمل جيم قوي، مع انه كان عنده الافضليه قصاد الزمالك. الزمالك كان في حاله ركود كبيره جدا وتغيير جهاز فني وكانت قصه كبيره جدا من الاثنين الكبار، اتغلبت من الاهلي والزمالك واتغلب قدام الاهلي 3-0. فانت في الاخر لو هتيجي تقيمها كده بالنسبه لي لا يعني، انا فيوتشر هو اكبر تهديد لبيراميدز دلوقتي ان هو ياخد مكانه ويبقى هو فعلا الفرقه اللي ممكن تنافس الاهلي والزمالك بعد كده بشويه تدعيمات بشويه خبره. لا هيبقى افضل بكتير بالنسبه لي.